حرامي مصري بيقطع العلاقات بين مصر والكويت، وده بعد ما سرق جزم الكويتين من المساجد، والشرطة في الكويت مسكته بعد ما صورته كاميرات مسجد السالمية وهو بيسرق الأحذية من داخل المسجد. والحكاية بدأت بعد ما انتشر الفيديو بتاعه بشكل رهيب في الكويت، وبقى ترند لحد ما وصلت بلاغات للشرطة ضده، وهنا قررت الشرطة إنها تتحرى عنه، ودي كانت الكارثة، لأن حرامي الكويت طلع مصري. وهنا طلب الشعب الكويتي الحكومة المصرية إنها ترد على الاتهامات اللي اتوجهت للشاب أو حتى ترحله عندها، لكن الحكومة المصرية التزمت الصمت بعدها. كتير من الشعب الكويتي طلب بقطع العلاقات بين مصر والكويت وترحيل أي مقيم مصري داخل البلد، وفي اتجاه تاني كان مع إن دي حالة فردية ممكن تحصل في أي بلد. كمان الشاب رفض إنه يتكلم في التحقيقات، وحكومة الكويت بدأت في اتخاذ إجراءات مع مصر علشان يرحلوه. وفي النهاية بقى، هل أنتم شايفين امتناع مصر عن إصدار أي بيان أو حتى توضيح صح ولا غلط؟ ده سؤال ليكم تجاوبوا عليه في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير من عين مصر.